مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم دايما منوريني ومشرفيني على قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده يعني جايبين لكم نجوم من الزمن الجميل، نجوم يعني ياما استمتعتوا بيهم وياما متعونا، نجوم لعبوا الكوره من اجل الكوره ودربوا من اجل التدريب بس، يعني ما حضروش بقى الفلوس الكتير والكلام ده كله، كان الاخلاص بس هو سمه العمل عندهم. يعني ارحب بيهم طبعا كابتن مصر ونجم الدنيا كلها كابتن مشير، منور ربنا يخليك منورني ودايما بتشرف بيك وقناه الاهلي منوره وجماهير الاهلي منوره. ربنا يخليك يا فندم. كابتن محمد عبد السميع برضو نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني لنادي المقاولين السابق، منور الدنيا كلها. اهلا وسهلا بك يا كابتن حميد، واهلا وسهلا بقناه الاهلي وجمهور الاهلي، منورين الدنيا. الله يخليك. يعني انا بستمتع دايما لما بلاقي نجوم كده منورين الاستوديو، ببقى مش عارف ابدا الحوار معاكم ازاي بصراحه. لا انت شخصيه جميله، وبعدين بتقدر تستقطب الضيوف وبتطلع منهم كل المعلومات اللي انت عاوزها. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. يعني عايز ابدا معاكم بالبطوله العربيه اللي هو الحدث اللي احنا عايشينه، شفتها ازاي يا كابتن بوجه عام؟ يعني بعيد عن الكوره نشوفها من الناحيه السياسيه، شفتها ازاي؟ وبعد كده نشوف من الناحيه الرياضيه. هو طبعا حدث كبير جدا، وكل الدول العربيه تسعد بهذا الحدث، ومصر بالذات تستضيف هذا الحدث الكبير العظيم، لان احنا محتاجين فعلا في اي مناحي العلاقات اللي بين الدول ان يبقى في اي التقاء عربي بين كل الدول. تمام. ودي في مجال الرياضه كلنا الحقيقه سعداء بهذا التجمع العربي الجميل، ومصر طول عمرها دايما سباقه ودايما بتحتضن العرب في كل المحافل. حلو حلو، يعني كلام جميل جدا. لو حضرتك كابتن محمد برضو نتكلم برضو من الناحيه السياسيه و التجمع العربي اللي احنا مفتقدينه. بدون شك كان بطولة ممتازة وما زالت، لان الفاينل بكرة ان شاء الله بكرة، واتمنى انها بس تبقى تتحط في توقيت مناسب عشان يعني كمثال احنا الدورة اتعملت واغلب اندية مصر لسه الدوري مخلص، فاضل الدور قبل النهائي في الكاس والنهائي، فجاية فترة ان اللعيبة يمكن كانت منهكة شوية بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك، فاتمنى انها تبقى في توقيت كويس، او احنا يبقى الدوري بتاعنا من هنا وراح يبقى معروف امتى هيبتدي وامتى ينتهي. هو خلاص وفعلا، لان هو مفروض انها تبقى في فتره في مع نهايه فتره الاعداد بالنسبه للفرق سواء في مصر او في دول الخليج او في الدول العربيه عموما، يبقى بالتالي الدوري هيبتدي يبقى فتره اعداد كويسه للمباريات. يعني حلو. اتمنى زي ما الفرق جايه، في فرق بالزبط سعوديه وفرق خليجيه جايه تعمل فتره بالزبط اعداد بالظبط، هم استغلوها كده بالظبط. شفتها ازاي بقى على المستوى المحلي، اهلي زمالك تحديدا، النادي الاهلي ظهر ازاي، نادي الزمالك ظهر ازاي؟ ايه ابرز الايجابيات اللي حضرتك شفتها وابرز السلبيات؟ وطبعا كان في من فتره كده كنت في برنامج سابق كنت قلت اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك بالذات ياخدوا 10 ايام راحه. حلو. لعيبه منهكه جدا، اشتراكات محليه وافريقيه، وبيجي فتره بالاجهاد والتعب اللعيبه بتلخبط، خلاص مفيش تركيز، التعب في الجهاز العصبي بتاعه، فاصبح الانتاج اللي انت عايزه منه غير متواجد. بالزبط. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده دي كانت امنيه، ليه ما صعب تتحقق؟ لان هي كانت وراها كاس مصر وبعدين وراها الاشتراكات الافريقيه. تمام. فاصبح برضو لازم اللعيب، لكن كنت قلت خلاص طالما كده يبقى طالما النادي الاهلي خد قرار بالاشتراك في البطوله يتحدد 22 اسم، والناس اللي اجهدت دي يتعمل لها شغل خاص، مش راحة، خلاص مش هنقدر نريح. تمام. عنده دور الأربعة كاس مصر وعنده أفريقيا، فأصبح العملية مضغوطة، كلمة راحة كاملة مش في إيدين حد، ولذلك كان مهم جدا أن يتحدد 22 لاعب يلعبوا البطولة دي، ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني يبقوا عارفين هم عايزين إيه من البطولة، ويبقى هنا
اهداف معينه، اهداف معينه محدده. حلو قوي كده، حلو قوي. فطبعا الظروف اتغيرت وظروف، وبعدين رجعنا طلعنا في البطوله فجينا نغير. المهم حلو قوي، هو كلام حلو. لا كلام بنتكلم كلام، لان فهي الناس يعني بيستنوا نجوم كبار، بنتكلم دايما بشفافيه تامه. لا لا سؤال الراجل الاهلاوي نادينا وبنتكلم الصح فيه. ال 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 الارتباط هنا بين الجهاز الفني ومجلس الاداره في الهدف كان لازم يبقى واضح، و مين يقود البطولة دي؟ حسام البدر ولا أحمد أيوب؟ ويخلصها، ما ياخدش ماتشين ويجي حسام ياخد ماتشين، لا. ويبقى الأمور واضحة، 22 لاعب دول اللي هيلعبوا البطولة. تمام. مكسب كبير جدا للنادي الأهلي من هذه البطولة، كان قبل البطولة ممكن ياخد قرار في سين وصاد من اللاعبين. حلو قوي، حلو قوي. النهارده هو عرف سين وصاد دول إمكانياتهم إيه؟ هياخد قرارات مظبوطة. مش عايز كلام. حلو قوي كده، حلو قوي، يعني كلام بصراحة يعني كلام واقعي جدا وكلام محترم جدا. لكن هناخد من كلام الكابتن المشير كابتن محمد، يعني هل كان الاهلي حق مشروع ان هو يطمع في البطوله؟ وهل هو الطمع ده طمعه ان هو يستعين بلعيبه كان هم في راحه ان هم يدعموا الفريق؟ وهل لما استعان كان الموضوع ده ايجابي ولا سلبي؟ والله هو من ناحيه الاستعانه والنتيجه النهائيه كانت سلبيه الحقيقه. طب خلينا نقف عند نقطه نقطه. يعني خلينا نقف عند نقطه، لان ده طبعا دي استفسارات رجل الشارع، اللي هو كان المفروض الكابتن حسام يخلي اللعيبه في الراحه. طيب لو الكابتن حسام كان استعان بنفس اللعيبه وخسر برضو المباراه، كان يقولوا له طب ليه ما استعنتش عندك علي معلول؟ بالظبط، عندك علي معلول وعندك حسام عاشور وعندك 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 وبتلعب قبل نهائي. فكان ايه الصح؟ هو الصح اللي اتكلم عليه الكابتن مشير، اللي هو ان كان النادي الاهلي لابد يضع الهدف يبقى واضح بالنسبه لهم الاول. تمام. ما يتغيرش في النص، يعني المجموعه ابتدت بماتش سيء اللي هو ماتش الفيصلي. بالظبط. او ما كانش سيء، هو يعني كان في يعني غلطه معينه نهت الماتش للنادي الفيصلي، انما كان النادي الاهلي كان الى حد ما معقول. جه الماتش اللي بعد منه صلح. بالظبط. وابتدينا يعني نمشي في السكه الصح. فكان لابد ان هو يقف مع المجموعه اللي هي ابتدت تصلح، يعني اقدر واحد ان هو يصلح غلطته هو اللعيب اللي لعب. يعني اللعيب مثلا، انت في بعض الاحيان بتلاقي المدربين بيجي في وقت من الاوقات فرقه مغلوبه واحد، لابد ان يجي يقف مع اللعيب اللي جوه، لان اللعيب عاده بيحصل تقييم ذاتي داخل ذاته وبيصلح من نفسه. فنفس حكايه، انت ابتديت تكسب فلابد ان انت كنت تقف مع نفس المجموعه لغايه الاخر. اعتقد ان يعني مثلا كمثال، مثلا عماد متعب في الماتش اللي هو الثاني كان عمل خطوه كويسه. بالزبط. الجون الثاني مثلا كمثال. بالزبط. وبرضه يعني في مجموعه ابتدت تظهر بشكل كويس. فكان لابد ان انت تقف معهم، ده وجهه نظري. طبعا كابتن حسام هو يعني يمكن هو اللي بيتعرض لضغوط. اكيد. فطبعا كل الناس عايزه تحصل على افضل نتيجه. تيجي ازاي؟ هل نقف مع المجموعه زي ما الكابتن المشير كان بيتكلم؟ المجموعه اللي ابتدى بيها، وده انا من وجهه نظري ويمكن وجهه نظر كابتن مشير، انه كان لابد ان احنا نستمر بنفس المجموعه او نبتدي نغير. فيعني ده اللي حصل، النتيجه في الاخر كانت سلبيه يعني. تمام. تمام. يعني هو السؤال يا كابتن محمد قبل ما اروح لكابتن مشير، السؤال بقى، هل كابتن حسام لو كان فضل كده لعب بنفس المجموعه وخسر كنا احنا هنقول نفس الكلام، ولا كنا هنقول لا كان المفروض يدي لعلي معلول ويدي لاحمد فتحي ويدي لحسام عاشور؟ وازاي اللعيبه دي واللعيبه دي ما بعدتش قوي، ما خدتش فتره راحه يعني كبيره قوي ان هي تبعد عن المباريات، عندهم لسه لياقه المباريات؟ كان هل الكلام هيبقى هو هو، ولا كنا هنلوم الكابتن حسام برضه؟ والله من ناحيه الجمهور، من ناحيه الجمهور، هو الجمهور في كل الاحوال ما دام حققت النتيجه الناس هتتكلم. وفي كل الاحوال دايما هيبقى في كلام. بس الفكره كلها، النادي الاهلي دايما عودنا انه بيبحث عن الاهداف مش عن المكاسب القريبة. بيبقى دايما له هدف. النادي الاهلي طول عمره كده بصراحه. فهي كان يعني وجهه نظرنا احنا، يعني يمكن كابتن مشير برضه هو اللي اشار ليها في الاول وبعديها انا، ان كان لابد النادي الاهلي يقف يختار الهدف اللي بيسعى ليه. على الاقل كان هيقدر يحكم على اللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتقعد حكم صادق 100% بعد انتهاء الدوره. اكيد اكيد. يعني كابتن مشير دايما انا بقول، او انا خدت الكلام من الكابتن محمد، المدير الفني هو المسؤول.
يعني مهما نتكلم ومهما نقول اراء هو في الاخر هو اللي هيتسال، فهو دايما لازم ياخد قراره لان هو اللي هيتحمل مسؤوليه في الاخر. معايا في الموضوع ده حتى لو خد القرار غلط او خده صح؟ اي طبعا هو يعني اللي بيقود هو اللي هيتحمل المسؤوليه. ولذلك انا بقول لك الامور دي النادي الاهلي نادي عمره ما بيمشي عشوائي. لا مجلس اداره ولا جهاز فني أكيد. ولا اي جهاز بتشتغل في النادي الاهلي منظمه أكيد. زي الجيش اكيد بالظبط، حاجه منظمه وحاجه عسكريه 100%. النادي الاهلي قبل البطوله بيجتمع الجهاز الفني، هنلعب زي ما قلت لك في بدايه الكلام ال 22 لعيب دول. مفيش بقى ما جيش بعد كده لو لعبنا فلان وما لعبناش فلان، طب والنتيجه لو ايجابيه لو النتيجه سلبيه، كل ده بره. احنا دول اللي هيلعبوا البطوله. تمام. عشان انا كمان انتهي، انا ممكن عايز اشتري 3 4 لاعبين هيكلفوني مثلا 10 15 مليون. طب ما ممكن ال 3 4 دول من المجموعه اللي هي كانت خارج الصوره بالزبط. بالنسبه لي بالزبط. يبقى انا وفرت على النادي بالزبط. وفي نفس الوقت الولاد دول داخلين جوه المنظومه بتاعه النادي الاهلي، مش لسه هيخشوا بالظبط جوه المنظومه بالظبط. ولذلك مهم جدا داخلين جوه المنظومه دي. مهم جدا ان الهدف يبقى واضح كمخطط للفرقة النادي الاهلي من قبل البطوله من قبل البطوله. حتى لو وصلنا نهائي وقلنا الترجي ولا 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 اي فرقه في النهائي، دي من اقوى لازم نلعب بالفرقه كامل، كل ده غلط. الناس اللي بدات وتحملت المسؤوليه يكملوا، وده درس حلو هنفضل طول عمرنا واحنا بنشتغل اكيد ناخد بنتعلم من اكيد اكيد من يعني لازم تارجت الدوري تارجته معروف، الكاس تارجت بتاعه معروف كلام. البطوله العربيه ممكن يختلف التارجت فيها او الهدف ان احنا بنشوف ناس وبعدين حضرتك عليهم بسرعه. حضرتك النهارده داخل بطوله عربيه كاس مصر افريقيا لا خلاص بنحدد بقى البطوله العربيه مين اللي هيشارك، وبعدين كاس مصر في ناس احنا مريحينهم مش مريحينهم لا عاملين اعداد خاص ليهم، وبعدين بيبداوا يخشوا مع بعض على كاس مصر وعلى افريقيا، تبقى منظومه ماشيه. والنادي الاهلي كده وحسام كده خلي بالك اكيد هو منظم جدا عشان تبقى عارف انا اعرفه كويس طبعا طبعا. فهي لكن لازم نتعلم من اي خطا ممكن اكيد طول ما احنا عايشين فعلا هنتعلم. يعني كابتن محمد هو سؤال انا عايز اعرفه انا شخصيا، يعني طبعا احمد فتحي لعيب ما بعدش قوي عن فورمته مهما كان حتى الراحه اللي خدها، علي معلول نفس الكلام، حسام عاشور نفس الكلام. السؤال بقى اللي هو البعد عن مستواهم الفني في هذه المباراه تحديدا، هل جو البطوله لو بطوله صغيره خمس ست ماتشات هل لازم اللعيب يدخلها من الاول عشان يحس بيها، ولا لعيب عنده خبرات ممكن يدخلها زي ما دخلوا اللعيبه دي لكن ما حسوش بجو البطوله؟ والله هو انا اعتقد ان كابتن احمد فتحي يقدر يؤدي بشكل كويس، بس هو المركز ده كان بعيد عنه. يعني هو لعب في نص الملعب كديفندر ولعب ناحيه الباك رايت، كوبر لعيبه باك رايت وباك ليفت ولعبه ديفندر وكل حاجه، وبيلعبهم لما كمان بيكون مستمر في المنافسه. انما هو جاي من خارج المنافسه من جو يعني يمكن اكثر بساطه يعني اذا كان يعني مريح او كده صحيح ما بعدش، انما جه على مركز مش بتاعه يعني. تمام. انا ما اعتقدش ان هو لعب في المركز ده كتير. طب علي معلول، حسام عاشور، الشيخ لا وما كانوش سيئين للدرجه دي، بس هي انا مش قصدي مش قصدي سيئين، لا انا قصدي كان الـ يمكن نقطه الضعف الواضحه في مركزين قلبي الدفاع الحقيقه. يعني الجون الاولاني من كره عرضيه كان في اعتقد ان احتمال كان ممكن حارس المرمى يطلع فيها، هو ده اتفضل اعتقد لانها على لا على راس انا عايزين انا عايز اخد رايكم على راس الشناوي علشان انا حاسس ان هو مظلوم شويه في الحته دي، لان الكوره كانت قريب. بص يا كابتن ده الجون، هو بص راح فين راح فين راح فين، هي الاوفر كان من مسافه قريبه، هيلحق يطلع كان مسافه أنا قريبه يعني فيها صعوبه شويه يعني بالنسبه لي. هاتوا لنا اللقطه دي تاني عشان طيب. احنا معانا نجمان كبيران يعني في الكوره وفي التدريب كمان، فيحللوا لقطه الشناوي تحديدا لان الناس لمته في الكوره. الباك رايت بتاع الفيصلي لما عمل الترقيصه يعني هو بدايه الغلط يا كابتن محمد من علي معلول، ما ينفعش مدافع في منتخب مصر يدي ظهره يدي ظهره ايا كانت الكوره ما بتعورش. لا كان الترقيصه يعني دي ده الهدف هو كابتن محمد كابتن مشير اتفضل يعني علقوا عليه دي 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 الترقيصه لما دخل بها مسافه لجوه. تمام. فبقى الاوفر مسافته قصيره بالظبط.
وانما هو لما توقف يا جماعه كده لما تبقى لما تبقى من على الخط للسته يارده المفروض ان الحارس يقدر يجيبها. دي بقى كمل الكروس. انما هو دخل لجوه المسافه قصيره والكره سريعه. ممكن الشناوي يقدر يطلع في الحته دي؟ صعب. لا صعب جدا. هي هنا دي انا دلوقتي ملاحظ المسافه قصيره. عشان كده طيب بس ما كانش هو يطلع، انما المساك هو اللي كان يطلع. المساك والباك العكسي ما كانش هو صح تمام. المساك لابد يبقى شايف الكوره وشايف الخصم. يعني في الكوره العرضيه يبقى شايف الحاجتين، في مؤشرين بيلعب عليهم، شايف الكوره جايه من انهي حته ومن انهي مسافه وشايف الخصم. يبقى واقف بحيث ان هو يبقى يقدر يراقب الاثنين، لانه لما بيبص على الكوره فقط المهاجم يقدر يتحرك من وراه او يتحرك من قدامه بالزبط. في وقت قصير يقدر يقطع من قدامه. انما هنا دي انا اعتقد انها من رامي ربيعة ان هو يقدر ينط احسن من كده، وهاني الباك رايت ان هو يطلع من قدامه. تمام. الحاجه الثانيه برضو هنا المراقبه، لو انت تاخد بالك انه من وراه هنا لابد ان يبقى الكتف في الكتف، مش يبقى من ورا، مش يبقى في صدره، لانه في صدره هو يقدر يروح ناحيه الجون يبقى اقرب. انت فرد وحضرتك عارف تمام في الحاجات العرضيه بالزبط. يبقى لابد الكتف او الصدر في الكتف بالظبط بالظبط، مش يبقى بالزبط. مش يبقى بالزبط. قدامك، لانه قدامك هيروح على الجون من قدام منك او من وراك بالظبط. يعني يا كابتن مشير برضو يعني حته تعليميه، هو اكيد يعني انا هستفيد منكم كاشتغلت في التدريب فضل. انا كنت بعلم الولاد في الحتت دي تحديدا، يعني انا هختلف مع كابتن محمد في حاجه جزئيه بسيطه قوي، ان هو كل ما اقرب الخصم على المرمى بتاعي كل ما الزمه بالمان بس، يعني ممكن ما تقول له ما تشوفش الكوره، يعني خليك مركز في المان بس، لان هو لو في ثانيه لو بص كده ممكن الخصم يخطفه. فهل حضرتك هل حضرتك ممكن برضو نخليه يلتزم بالمان بس، ولا يلتزم بالمان والكوره؟ وامتى يلتزم بالمان بس وامتى يلتزم بالمان والكوره؟ يعني في لقطه زي دي تحديدا يعني ايه اللي يتوجب على رامي فعلا؟ انت لو رجعت لدي هتلاقي اربع مهاجمين من الفيصلي وثلاث مدافعين. اتولنا يا جماعه هتلاقي ثلاث مدافعين. تمام. ده اول خطا. تمام. ال 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 بص يا عبد الحميد اتفضل يا كابتن. لو بص خد بالك اتفضل بص دلوقتي هتبص تلاقي اربع مهاجمين وثلاث مدافعين زياده عدديه الفيصلي. هكلمك فيها. بص ادي ثلاث مدافعين وعليهم اربعه يدخلوا من الرابع. بص بقى اعمل الكروس. كمل يا احمد. كمل يا احمد. بص بقى بص دلوقتي بص اقف بقى اقف لو سمحت. اقف هنا بقى. تمام. كده في اربعه على ثلاثه. اربعه على ثلاثه. ده خطا طبعا في التنظيم الدفاعي. اصبح الاثنين الحمر اللي في العمق واخدين واحد. كويس؟ لو قسمنا المدافعين دايما احنا نقول الكلام ده. لو قسمنا الحاله الدفاعيه 50% و50% ثق ان المهاجم هياخدها. لكن لما اقول له واحد انت ليك المان ده اصبح المسؤوليه 100% 100% يبقى المدافع هياخدها. لو قسمنا 2 على 1 ثق ان المهاجم بتاع المنافس هياخدها. بالظبط. هنا الكفر العكسي مفيش تغطيه. بص الاربع لعيبه من الاهلي بص حضرتك برضه كمان واقفين فين. خلينا يا جماعه ولذلك هنا المسؤوليه اتقسمت. طالما قسمت المسؤوليه الدفاعيه على المهاجمين ثق ان المهاجم من الفيصلي يبقى الغلبه له. طب لو في موقف زي ده يا كابتن محمد يعني لو اكيد احنا متعرضين ان احنا هنبقى في اكثريه عدديه للمهاجم زيادة على نقول للمدافعين ايه؟ هنا هقول لحضرتك انت لو جبت الكره من اولها هنا هتلاقي محمد هاني تاني يا جماعه، لان يعني ده درس يعني مستفاد. الباك رايت اللي هو هاني من ساعه ما الكره وهي عند الجناح الايمن هناك او الظهير الايمن ناحيه اليمين كان بيبص على شوف هنا رقم 7 هو جاذب انتباهه رقم 7 اللي هو بتاع الفيصلي هو لعيب كويس جدا اللي رايح على العمق. كان لازم يبقى اللي اقرب للجون هو الاخطر. هو لو كان جري اسرع بقى اقرب لرامي ربيعه لان مهما حصل لو اتلعبت ناحيه 7 مفيش خطوره يعني شوف حضرتك اللي اخطر بس هو رجع هاني ما هو الاخطر لا هو لو كان جوه للداخل انت هنا شايفه ياخده من ورا لازم كان يبقى صدره في كتفه واخد بال حضرتك مش هو صح قدامه صح هيسبق يعني بص حضرتك اهو هو في نص المسافه ما بين الاثنين في نص المسافه بين الاثنين نص مين كم مدافع كم مهاجم 4 على 3 لازم 5 حمر الحاجه الثانيه اللي بيقولها كابتن مشير الكره الثانيه كده يعني لو ما كانش حطها في الجون ورجعت منه او المدافع طلعها
كان هيبقوا هم نص الملعب في النادي الاهلي بيبص على الكره وما جاش ناحيه الكره الثانيه يعني السكند بول يعني اللي هي جوه. نفترض ان واحد من خط ظهر النادي الاهلي طلعها فبيطلعها في الوقت ده بيطلعها بتبقى ضعيفه لانه يا دوبك بيلمسها. الاحمر كله عند ال 18 الناحيه الثانيه لما حضرتك هتشوف الرفعه بص اللعيبه كلهم واقفين عند ال 18. بص بقى الاربعه بص الاربعه هنا قول على الاقل منهم اثنين لازم يبقوا في قلب ال 18 عشان لو مدافع النادي الاهلي طلعها. تمام خلينا يا جماعه في اللقطه دي خلينا في اللقطه دي يعني إنما الاولويه بقى كابتن مشير لان احنا معرضين يعني هنقول للمدافع ايه هنا؟ شوف يا استاذ الفاضل اتفضل يا فندم الملعب هي اللقطه قدام حضرتك حاله هجوميه وحاله دفاعيه. الحاله الدفاعيه ما فيش حاجه اسمها اصل انا ما قدرتش ارجع او ما عملتش الكلام ما فيش الكلام ده مفيش. حاله دفاعيه في الموقف ده لازم في تغطيه عكسيه والعمق منات ما فيش اثنين على واحد منات تمام واخد بالك. وعلى ال 18 لازم لعيب نص ملعب أكيد. لان زي ما بيقول محمد دلوقتي اي مدافع هيطلع الكره دي هيطلعها قد كده بالظبط لان العكس اتجاهه فهيطلعها ضعيف رايح في اتجاه الجون وبيطلعها لبره واخد بالك. بص اللي واقف الازرق بص حضرتك اللي ياخد الكره الثانيه بص الازرق لازم بالزبط. النزول بقى بالزبط. النزول بالزبط. من لعيبه النادي الاهلي بالكامل في الحالات الدفاع في الحاله الدفاعيه كل واحد بيؤدي الواجب الدفاعي بتاعه باسرع ما يمكن في حاله فقدان الكوره. بص ده لوكاس اللي واقف وراه فلنفرض عدت الاثنين دول بالمدافع ما في واحد وراه بالظبط هيجيبها جون بالظبط. فطبعا اعتقد ان هم لو الولاد شافوها كفرقه اكيد اكتر أكيد. من مره اكيد اعتقد مش هيخطئوا الخطا ده تاني ابدا هيقوموا بالواجب الدفاعي تو ما تفقد الكوره من نص الملعب كله راجع بالواجب الدفاعي بتاعه. اكيد يعني كلام يا جماعه يعني كلام تاخدوه من خبره فعلا في التدريب حاجه مميزه جدا وكلام اعتقد ان احنا فعلا ما اتكلمناش فيه كتير او ما حلناش الهدف بمثل هذه الطريقه الرائعه يعني. يعني كابتن محمد الافه عندنا في الكره المصريه اللي طبقها الفيصلي وقدر ينجح فيها مع الاهلي حتى لو بهدفين اللي هي سرعه الارتداد الفظيع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بتكمله اكثر من رائعه. يعني بتلاقي دايما الاهلي دايما في اول ما يقطع الفيصلي الكوره بتلاقي حوالي 6 أو 7 مكملين في الناحيه الهجوميه. هو انا عندي وجهه نظر الحقيقه في نادي الفيصلي انه كان جاي اجريسيف يعني عنده عدوانيه عايز يكسب يعني الاراده النواحي الاراديه عنده اعلى من النادي الاهلي ودي الدوافع اعلى من النادي الاهلي ودي حاجه يعني قليله يعني النادي الاهلي كان داخل على البطوله يعني مش مديها الاهتمام نتيجه ان اخر الموسم بالظبط يعني الحقيقه هم المظلومين يعني انا يعني في الحته دي واحد بقاله سنتين شغال ما بيبطلش بتيجي تلاقي انت لما تيجي تتكلم عن اللعيب عنده نوع من الملل خلاص فيعني دي اولا انما ما دام اشتركنا على الاقل كما تعودنا ان النادي الاهلي انه يعني عنده اصرار ويمكن الماتش الثاني بدا الجول في الدقيقه في الدقيقه تقريبا 90 او 92 فيعني ده حاجه بتدي لك برضو دلاله على ان الروح موجوده وهنا هدف والاصرار موجود والدقيقه بالظبط نفس الحكايه بس فرقه الفيصلي عندها استعداد للكفاح و بتطبق اسلوبها الدفاعي المسافات القصيره جدا في حوالي 30 35 يارده مع ارتداد سريع جدا للهجمه المرتده بيعملوها بشكل كويس جدا هم وفرقه كانت فرقه من فرق كويسه جدا في الدوره اللي هي فرقه العهد العهد اللبناني كانوا كويسين جدا حاجه هايله وحتى فرقه الرباط برضو حته الرباط الفتح الرباطي اللي هو بتاع المغرب كانوا بيعملوها كويس لان كل الفرق دي معلش مع احترامي الشديد ليها جاي تلعب قصاد النادي الاهلي ففعلا مستعدين بالظبط بالظبط يعني بالزبط. هو حاطط في دماغه اقصى حاجه هيطلعها بالظبط غير النادي الاهلي ما يعني ما اعتقدش ان هو اللعيب يعني كان في دماغه الحته دي قوي لانه مع نهايه موسم وتعب موسم يعني كانت بعيده عنه شويه اكيد بس احنا حسينا بالبطوله من اعتقد من الماتش الثالث ده يا كابتن الماتش الثالث بالظبط ولذلك ما انا قلت لك اهو طالما
انت من الماتش الثالث غيرت الهدف. بالظبط يعني بالظبط بالظبط كلام غيرت الهدف جيت ما لحقتش خلاص في السيمي فاينل ما لحقتش. الشباب اللي هم دخلوا على الفرقه ناس بيشتغلوا ليهم برنامج خاص وزي ما انت قلت في السؤال لمحمد قلت له ان دول عايشين البطوله عايشين روح البطوله طبعا انت لعيب كوره يعني كنت سالت السؤال ده قبل كده بس في ناس بصراحه قالوا لي لا ده عادي بس انا لا يعني احساس البطوله اصل البطوله خمس ماتشات بس امال انت ليه بتاخد اللعيبه في معسكر قبل الماتشات كلام عشان يعيشوا المباراه تعالوا لنا لان كلام مهم جدا جدا يا جماعه الكباتن بيقولوه بصراحه كلام في منتهى الاهميه ولذلك كان مهم جدا جدا ان احنا انا مش عايز كل شويه اعيد الكلام ان احنا كنا لعبنا بالمجموعه من الاول اللي بدات لغايه نهايه البطوله بمدربها الحفاظ على الهدف بمدربها كان مهم جدا الحفاظ على الهدف يعني كلام فعلا هدف النادي الاهلي اتغير ان احنا بنجرب لعيبه لا بقينا عايزين البطوله عشان كمان طموح الجماهير وقلنا خلاص والناس برضو سخنتنا بصراحه سخنتنا النادي الاهلي لا او ازاي تتغلب الفرقه كمان هي سخنتنا كلنا بعد الماتش الثالث الحقيقه يعني حاجه عظيمه واداء عالي والولاد اللي قاعده طول السنه بتاخد 10 دقائق وربع ساعه والكلام ده عطشانين وطلعوا اقصى جهد ممكن الحقيقه احنا نفسنا كناس بنشتغل في المجال فكرتنا اتغيرت عن بعض اللعيبه فعلا دي حقيقه كنا قلنا دول لا مش قادرين يتواكبوا مع النادي الاهلي لقينا زي الفل في الملعب بحترم صراحتك جدا يا كابتن فالحقيقه اتمنى ان احنا كلنا نستفيد من البطوله العربيه اكيد اكيد يعني كابتن محمد المستوى الفكري للاعب اتغير حضرتك عصرت اجيال المستوى الفكري اتغير يعني شايفه اتغير للاحسن اتغير للاسوء اللغه الاحترافيه طغت على التفكير اللاعب المصري تحديدا وكيف او الطريقه المثلى الطريقه الامثل في التعامل مع اللاعب في هذا الوقت تحديدا والله انا شايف النادي الاهلي الحقيقه يعني عنده مبادئ الحياه مستمره ومخليه ان في اجيال ورا اجيال انا بتكلم كويسة. في العموم لا يعني انا برضو بحب اخص النادي الاهلي لان هو مدرسه بتتعلم منها كثير من الفرق في مصر يعني كون ان المستوى الفكري بيتغير فاكيد بيتغير ان دلوقتي اللعيب معرض ان هو بيشوف كل انحاء العالم مثلا على اليوتيوب على حاجات كثيره وسائل التواصل الاجتماعي دي موجوده وبسهوله عن قبل كده فبقى عنده طموحات وحضرتك شوف حتى الفرق الناشئين بتلاقي الاهالي دلوقتي مثلا كمثال بييجوا يتفرجوا على ولادهم زمان كان ما فيش حد لما والده يجي يتفرج علينا مثلا زمان ولا حاجه ده كانت بيبقى يوم عظيم جدا دلوقتي الاهالي الامهات والابهات ما بيسيبوش ولادهم وبيقعدوا يشجعوهم لدرجه مرضيه كمان مش مدرجه عاديه لان نفسهم يشوفوا ابنهم في فمن ناحيه التفكير والظروف بتتغير جدا بالنسبه للعيب كونه بقى ان هو بيبص للماده بشكل اكتر من قبل كده انا مش شايف انها سلبيه قوي انما لازم يتعلم انه زي ما بياخد لابد ان هو يدي انه ان العمل والنجاح ما بيجيش الا عن طريق الكفاح وانه يجتهد حته ان هي بقى يعني يمكن كابتن مشير يعني طبعا في خبراتنا بتيجي في وقت من الاوقات اللعيب بيبقى يعني يقول لك اكسب ويعني ويخلع يعني بالعربي يعني بقت العمليه بالنسبه له تجاره فلوس مش كلهم وفي منهم بعد فتره بيبتدي يحس فعلا ان دي مهنه وممكن يتطور فيها جدا حضرتك شوف كمثال عالمي دلوقتي مثلا لعيب اللي هو زي نيمار مثلا 222 مليون يورو يعني قريب ل 300 مليون دولار ولما تعرف بعض الوسائل ان الموضوع اكتر من كده بكتير بس في فعلا. صفقات اخرى يعني فبقى الموضوع يعني يقدر اللعيب يوصل لاعلى المراتب لا هو لا بياخدها وزير ولا بياخدها فلان بالزبط. يعني بالظبط لابد بس يعرف ان قصاد دي يبقى كثير من العمل والكفاح علشان يوصل يحسن مهنته ويحسن من مركزه اتمنى ان اللعيبه تعرف ده لان الموضوع دي مهنه
ومهنة وكويسة، لأن بتدي إحنا دلوقتي في كلامنا بنقول إن إحنا بنتعلم من الكورة، إن حتى الفرق اللي ما تقدرش تقول إنها مرشحة بتقدم أفضل ما عندها بالزبط. نتيجة إن في قانون واحد ربنا حطه يعني لكل مجتهد نصيب، الالتزام والتعب في الآخر فعلا. تقدر تفعل فعلا. فالكورة بتدينا نموذج فعلا. كويس جدا للحياة فعلا. كل ما تجتهد هتاخد. اتمنى اللعيبه تعرف الحته دي، ان دي مهنه وكويسه جدا ولابد ان هو يجتهد فيها ويكافح بشرف يعني، ويعني والمنافسه تبقى منافسه شريفه. كلام جميل جدا فعلا، لكل مجتهد نصيب، حتى اللعيبه بره يعني لا مسلمه ولا يعني الدين مش داخل في الموضوع ده قوي، هو فعلا ربنا بيدي لكل واحد بيتعب، عشان كده هم فعلا بيتعبوا وربنا بيدي فعلا للمجتهد. يعني برضو يا كابتن مشير في نفس السياق، برضو حضرتك تعاملت برضو مع أجيال، الموضوع صعب، الموضوع محتاج إيه من مدرب؟ محتاج شخصية يعني حازمة جدا مفيش مجال للعواطف فيها، محتاج لا شخصية مرنة، محتاج إيه؟ لا طبعا حاليا الأمور اتغيرت. محمد اتكلم على جزء كويس، إن لعيب الكرة لو هو واثق في نفسه وخدها مهنة وأخلص واتعلم الحرمان وعرف ان الكورة ملهاش زوجة تانية فعلا، الكورة لا فيها سهر ولا فيها لعب ولا فيها اجازات ولا فيها عندي ظروف مفيش الكلام ده. لما يعرف كده ثق انه هو هيصل لأعلى مرتبة ممكن هو كمان مش متوقع. بالظبط. المدرب النهاردة غير زمان، كان زمان بيخش في مشادات وحوارات مع اللعيبة مع اللاعبين، دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي في لوائح بتنظم العلاقة بين اللاعب والنادي والمدرب والجهاز الإداري المسؤول واللاعب مع نسخة من اللائحة، و في نسخة من لائحة في اتحاد الكورة، وبتنظم العلاقة بين اللاعب وبين الفريق. أخطاء اللاعبين النهاردة بتتعامل من خلال اللائحة. تمام. النهاردة المدرب عنده 30 لاعب، اللي هيلعب 11. مش معنى ذلك إن أنت يبقى لك الحق كلاعب إن أنت تتخطى حدود معينة مع الجهاز. تمام. مهما كنت كبير صغير وجي وقتك للعب اهلا وسهلا، جي وقتك تقعد لازم تقعد وتلتزم زي ما غيرك التزم. تمام. دي غير زمان. زمان يعني كان الامور يعني كلمه المدرب شخصيته لازم تكون عصبيه ومش الكلام ده يعني انا مش مقتنع بيه قوي. حلو. لازم يبقى فيه اولا ازاي امتص اللاعبين دول، وازاي اذا كان قريب من سنهم يبقى اخ اكبر ليهم او والد لو هو اكبر منهم بكتير، وينظم العلاقه اللوائح. غير كده يعني النهارده معلش روما السنه اللي فاتت توتي بيقعد احتياطي مفيش حاجه مفيش مشكله، وماتشات كتير جدا وهو بديل ما بيلعبش. روني في مانشستر يونايتد مفيش مشكله طول السنه نسبة عظمى من المباريات قاعد وما بيشاركش، وهو كان من اللعيبة المؤثرة في منتخب انجلترا. ما سمعناش مشاكل، ما سمعناش اعتراضات. حتى لو حد اعترض بتنفذ عليه اللائحة من سكاب. بالظبط. واخد بالك؟ بالظبط. فأصبح ولازم يعترض بيبقى ليه متنفس، يعني هو يعني مش آلة، فلازم يطلع اتفضل. الاعتراض اعترض بطريقة مهذبة، أنا مع حضرتك. لكن بدون ما تواجه حد، لان دي كره قدم، ما انت وانت كنت بتلعب كان في ناس قاعده. بالظبط 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 بالظبط. يعني احنا ياما قعدنا وياما لعبنا وياما، لكن انا بتكلم على حته تحديدا، بس مش حته اعتراض، انا اسف خلني اللفظ، انا بتكلم ان هو هيبقى ليه متنفس، هيتنفس يعني في حته هتطلع منه. تسمح لي اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل يا كابتن. هو النهارده ممكن يقول اصل فلان عنده كام سنه؟ لا انا كلمه كام سنه دي بره. تمام. بلاش حزب. تمام. ايه العطاء تمام بتاعه؟ تمام. حسام حسن لعب ل 40 سنة. الحضري بيلعب لغاية دلوقتي. تمام. فيبقى إذا نطلع السن بره. تمام. حسام غالي
الحوارات والكلام زاد عليه الفتره اللي فاتت، بعدين جه في البطوله دي ماسك الملعب لوحده، حاجه جميله. جبنا سيره السن بالظبط، جبنا سيره العطاء بالظبط بالك. ولذلك اتمنى بكل لاعب، سواء لعيب دولي سابق او كبير فنيا يعني، انه يلتزم بتوجيهات المدير الفني. ويا اخي المدير الفني ناجح واخد دوري، هنقول له لا ما لعبتش ميدو ولا لعبتش مشير، تمام. لا ناجح، كلام محترم، يبقى احنا التزم بتعليمات المدربين. كلام محترم جدا يا كابتن مشير، يعني كلام حلو قوي، كلام مفيد جدا للي عايز يعني يعرف اصول اصول كل حاجه بصراحه في الرياضه. يعني كابتن محمد، السؤال برضو، فين المدرب المصري في مصر وبره مصر، خصوصا انت دلوقتي رخصك شبه مش معترف بيها يعني حتى في دول الخليج؟ والله انت حضرتك يعني اثرت نقطه يعني كنت نفسي اتكلم فيها. يعني انا الموسم اللي فات كنت مع نادي ظفار في عمان، رئيس قطاع الناشئين، تمام، وكانت تجربه كويسه جدا هناك، وكان نفسهم ان هم يعملوا يعني اهتمام بالناشئين وكده. كانت اللوائح بتقول ان اللي يحصل على اللايسنس او الرخصه ايه بالنسبه للمدربين في افريقيا يقدر يمسك القطاع الناشئين، تمام. انما لما تيجي تمسك فريق اول، وده يعني حصل ان كان في عرض ليا يعني مثلا في الفتره اللي فاتت دي، فلقيت ان لابد ان انا احصل على معادله للايه الافريقي، رغم ان حضرتك يمكن عارف معادله إن اسيويه، معادله اسيويه، اوكي. الفكره يا كابتن ميدو ان لما تشوف المناهج بتاعه اللايسنس البي السي والبي والاي، هتلاقيها في كل الاتحادات اللي هي القاريه واحده، تمام. يعني اللي بتاخده في قاره افريقيا هو اللي بتاخده في قاره اوروبا، هو اللي بتاخده في اسيا، في امريكا الجنوبيه، في كل حته، تمام. ده الكلام ده مش بس نظري، لا ده انا حتى جامع الحاجات دي كلها، بتقدر تجيبها سيرش من على النت، تمام. ففوجئنا الفتره اللي فاتت دي ان الاتحاد الاسيوي ما عادش بيعترف باللايسنس اللي هي اللي من اتحاد افريقيا. فطبعا دي عامله مشكله، لان انت دلوقتي المدربين المصريين يعني برضو بدون شك كل واحد بيبقى فيه فتره من فتراته عايز يطلع بره، يعني بتبقى مجزيه ماديا، وفي نفس الوقت ممكن تبقى خبرات جديده بالظبط كده. فدي انا شايف ان لابد ان الاتحاد الافريقي لازم. والاتحاد المصري لابد ان هو يعني يبقى عنده ليه خلفيه، يعني يقول لهم ليه دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو، احنا اتمنى ان احنا ما نكونش بننزل من نفسينا. يعني ازاي ان انت تبقى المناهج واحده واتحادات قاريه تقول ان ده يصلح وده ما يصلحش، سبحان الله. فيبقى لابد من مراجعه تعرف حضرتك انا سنه 82 كان في مستر هيدر جود، ده كان مسؤول عن الاتحاد الالماني في التدريب. ادى دوره سنه 82 كان كاتب عليها الدوره دوره الاتحاد المصري فئه جيم. جيم جيم يعني بالانجليزي سي. 82 محدش فهم يعني ايه فئه جيم، يعني او تصنيف جيم. تخيل حضرتك سنه 82 اللي ابتدت اللايسنس تتعمل في مصر في اواخر التسعينات. فشوف بقى ده من 82، وده يعني لو كانوا اهتموا وفهموا منه جيم دي مقصود بها ايه، لان كان مفروض جيم وبعدين به وبعدين بالزبط. ايه بالظبط بالظبط اتكتبت جيم، ومش محدش عارف الاتحاد المصري ان دي اصلا تصنيف سي من سنه 82. فتخيل انت دلوقتي يجي يقولوا على الشهادات اللي هي اللي معموله مش معترف بيها، مش معترف بيها. فده طبعا انا شايف ان في قصور في الاتحاد المصري، ازاي ده يحصل والاتحاد الافريقي، لان ده معناه ان احنا الاتحاد المصري مش ذنبه، يعني خلينا نوزع الاختصاص ده، اختصاص الاتحاد الافريقي يقول له الاتحاد الاسيوي انت بتعمل ليه كده بالظبط. يعني هو لا، هو انا عايز بس اوضح، الاتحاد الاسيوي ملوش دخل، هو تعنت من الاتحادات المحليه في الدول. زي ما قال محمد المناهج واحدة، إنما تعنت من أفراد مسؤولين في الاتحادات بتاعة الدول الأسيوية تحديد. بدون تحديد أسماء دول، لكن الخطأ خطأ من الاتحادات المحلية. هذه الشهادة سواء سي أو بي أو إيه، ما فيش فرق بينها وبين طب الاتحاد الدولي اللي دور يا كابتن مشير؟
والله يعني انا شايف ان الاتحاد الاسيوي نفسه مع الاتحاد الافريقي لازم الاتحاد الافريقي يكون قوي واخد بالك ويلزم الانديه دي بالاعتراف بالشهاده بالظبط متساوي مع اسيا بالظبط واخد بالك الكلام مش مظبوط طبعا ان 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 بعض افراد يتحكموا في الاتحاد الاتحاد المحلي للدول في ان لا مش هنعترف بالسيل الافريقيه زي ما حصل في بعض الدول القريبه مننا ولقينا مثلا حوالي 100 مدرب في المراحل السنيه مالكوش مكان غلط ليهم مكان وليهم مكان ومعترفين بالشهاده دي هو مش فاهم تعنت شخص مش تعنت اتحاد تعنت شخص خد بالك مش تعنت اتحاد الدوله تعنت شخص متحكم في الاتحاد اللي هو مسؤول عن المدربين في الدوله ودي كان موضوع طبعا الحقيقه هخص هنا دوله الامارات وكان رئيس الاتحاد الاخ الفاضل السركال وعمل ونزل الاتحاد المصري هنا في لقاء مع الاتحاد المصري لكرة القدم وقال الموضوع ده هنحله هننهيه وفعلا سمح للمدربين بانهم يعملوا في المراحل السنيه في دوله الامارات لكن انا لا يمكن اقبل ان انا معايا الاي الافريقي وحد يقول لي تعال اشتغل في دوله واعمل لي المعادله مع الاب لا يمكن بالزبط. ما اشتغلش بالزبط. لان لا فرق بين دي ودي وطالما معترف بيها في اسيا معترف بيها هنا ومعترف في كل الدول احنا بس مصر متاخره شويه لازم النهارده يعملوا البرو اللي هي البروفيشنال ايه علشان نتساوى مع اسيا عملتها واغلبيه مدربين المغرب العربي عملوها اعتقد ان احنا متاخرين جدا في البرو اللي هي بروفيشنال الناس المدربين الكبار دول لازم يكون معاهم المحترفين ولانك لازم دي المرتبه بتاعتك علشان تبقى لك مسكت منتخب دوله مسكت انديه كبيره في الدول تكون معاك اللايسنس اللي هي تسمح بكده اكيد اكيد يعني كلام مهم قوي كلام مهم بصراحه انا الواحد بيزعل لما بسمع الكلام ده يعني طبعاً. مصر طول عمرها يعني بتصدر كل حاجه بقول لك مش اتحاد مش اتحاد الدوله في دوله المصر بالزبط. شخص بالزبط. المسؤول عن المدربين اعتقد ان هو لا يعي قيمة هذا القرار في علاقاته بالدول وعلاقاته بالاتحادات المحلية في الدول يعني شخص جنسيته ايه يا كابتن؟ من نفس الدولة لكن ولذلك الأخ الفاضل كان رئيس اتحاد الكرة السابق في الإمارات اللي هو السركال الحقيقة القرار نفسه ما عجبوش وحتى حصل معارضة هنا من الأخ الشطة في الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد المصري وشرفنا هنا في مصر السركال وقال الموضوع ده محلول واعتبروه منتهي لكن اعتقد لما هو ساب الاتحاد اعتقد رجع الكلام تاني تمام يعني والله احنا عايزين 3 ساعات عشان الوقت يعني يكفي اسئله كتير جدا عندي تحديدا انا بس في حاجه انت بدات الحوار بيها الاهلي والزمالك في البطوله العربيه ما جبناش سيره الزمالك الزمالك الحقيقه اعتقد هيبقى في صفحه جديده لنادي الزمالك البطوله العربيه دي رغم ان هو خرج لكن في كفاءات ظهرت في البطوله العربيه استقرار الجهاز الفني من بدايه الموسم هيعيد نادي الزمالك للمنافسه الحقيقيه لاسراء الكره المصريه انا نفسي واخد بالك يعني انا في قلبي دايما بنقول في قلب استاد الاهلي ان نفسنا الزمالك يرجع لان الزمالك برضو لما بيدخل يعني في منافسه مع النادي الاهلي اللي هو منافسه تقليد النادي الاهلي مش عايز يبقى في حلاوه في الكوره وحلاوه مش في الدوري فانا نفسي يبقى في استقرار هو البطوله دي برضو زي ما اتكلمنا يعني. يا محمد وقلنا اظهرت بعض اللاعبين للنادي الاهلي اظهرت بعض اللاعبين لنادي الزمالك ودي فرصه كانت للفريقين دول هم الورد البلدي بتاعت البطوله الحاجه الجميله في البطوله ولذلك على المستوى المحلي اعتقد ان هيكون تواجد فعال السنه الجايه دي بالعكس